من المطار لجسر النقاش، اثنيناتهم مناظر أو مظاهر لاستباحة هيبة الدولة. بالمطار شفنا كل شيء صار، وشفنا التبريرات اللي حاول يقدمها فخامة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وعدد من المسؤولين بالبلد، ولكن اللي قالوا بعدين النايب نواف الموسوي بيأكد انه كان في استباحة للمطار وكان في ما يشبه الاجتياح للمطار، لانه قالنا نحن وقت اللي بدنا نعمل هيدا الشيء رح نكرره وقت اللي بدنا. فمعناتها ما كان دخول نواب ومرافقين، لا كان استباحة لحرم المطار. بعجسر النقاش كان في استباحة من نوع تاني، لانه حتى لو كانت وكالة نتالي فضل الله اخذ اذن من وزارة الاشغال ومن محافظ جبل لبنان، ولكن هودي اثنيناتهم هن ونتالي فضل الله شركاء باستباحة القانون. ما حدا له حق يسكر هيك الطرقات لنعمل عرض ازياء ونعلق العالم كلها بعجقة سير، حتى لو كان وزير اشغال. وزير الاشغال منه مطلق الصلاحية، ولا محافظ جبل لبنان هن مطلق الصلاحية، هن مسؤولين عن إدارة عامة لخدمة الناس، مش لخدمة صداقاتهم ولخدمة بعض المصالح الخاصة. الناس هن الأولوية بهيدا البلد، مش الوزراء هن الأولوية والعلاقات الشخصية هي الأولوية. بدنا نشوف دايما أنه أمن الناس والاهتمام بالناس هو اللي لازم يكون له الأولوية بكل حياتنا اليومية.